بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم على يوسف بلالي واضاعته لضربه الجزاء النهارده في مباراه بريست وريميس. يوسف بلالي اتكلمنا الفيديو اللي فات حوالين ان بريست بيحضر يوسف بلالي علشان خاطر يكون نجم الفريق، بيحضر يوسف بلالي علشان يكون واحد من اللعيبه اللي يعرف يبيع له تيشيرتات ويعرف يستفاد بيه ماليا وماديا كويس جدا. للاسف الشديد بريست تسرع شويه في الموضوع ده، لان اعتقد ان قرار ان يوسف بلالي يكون متخصص تصويب ضربات الجزاء هو موضوع اعتقد شديد الخطوره شويه، لان بلالي النهارده لو كان سجل الدنيا كانت تبقى جميله جدا والمبيعات كانت تبقى عاليه ويوسف بلالي كان هيجيب ارقام كويسه جدا في المبيعات بعد المباراه. بس بلاي ضيع ضربه الجزاء، فالموضوع بقى صعب جدا، لانك تقعد تتكلم على تقييم اللاعب الفني واللاعب واخد 5.9 اسوء تقييم في الملعب، برغم ان بلاي قبل ضربه الجزاء كان مادي اداء كويس. يعني مش مطلوب منك انك كل مباراه لازم اسيست ولازم هدف علشان خاطر تعجب الناس، بس مع الاسف الشديد بريست والمسؤولين والمدرب كل الناس متسرعه ان هي تثبت للجمهور ان بلاي هو الصفقه المنتظره وهو الصفقه اللي هتخلي بريست يرجع تاني يكون بيقدم اداء كويس ويكون في لعيب بيكون مسؤول على ان الجمهور حاطط عليه مسؤولية المباراة. وهو بلالي هي بريست جايباه كده، بريست جايبين بلالي نستفاد منه ماليا ونستفاد منه جماهيريا، عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، في جمهور كتير بيحب يوسف بلالي، هنعمل ميكس بقى ونعرف نستفاد احنا، وهنحط يوسف بلالي في 4 2 3 1 مركز 10 وهنديله الواجبات والصلاحيات اللي هو بيحبها. عايز يا عم تروح ناحية اليمين وتاخد الكرة وتروح بيها ناحية اليمين، عادي اعمل اللي انت عايزه، ضربات جزاء انت اللي هتشوف. ده كان قرار غبي بتاع موضوع ان يوسف بلالي يكون متخصص ضربات الجزاء، متسرع جدا جدا جدا. بلالي لما طلع ضربه الجزاء هتلاقي فيه ضغوطات جماهيريه اكتر من الضغوطات اللي بريست نفسه حاططها عليه، فبلالي بسم الله ما شاء الله محطوط عليه شويه ضغوطات كبيره جدا. مسؤولين بريست عايزين بسرعه اللعيب يسجل واللعيب يعمل اسيستات علشان خاطر نبيع بيه ونبيع قمصان، وبلالي المدرب عايزه يكون واحد من اهم اللعيبه في الفريق، وطبعا بلالي مش عايز يقدم اداء سيء. فالمشكله كلها ان رتم الدوري الفرنسي غير رتم الدوري القطري، الموضوع مختلف تماما. يعني الدوري القطري كنت ممكن تتمرن بدلع وتلعب اساسي عافيه غصب عن اي حد لانك لعيب مميز ولانك لعيب محترف، انما في الدوري الفرنسي النص مباراه سيئه تتحسب عليك وخصوصا لو انت محترف. فبلاي لما بيضيع ضربه جزاء الناس تقعد تركز معاه، يعني شوف احنا كنا عايزين نسجل ضربه الجزاء عشان نعلى بالمبيعات والارقام، دلوقتي بسم الله ما شاء الله بدانا نتكلم على ضغط جماهيري على يوسف بلاي. فكان قرار غبي ان هو ياخد تصويب ضربات الجزاء. بلاي لعيب مميز، بلاي لعيب مميز محظوظ طبعا، محظوظ لان الماتش الجاي قدام لوريانت صاحب المركز ال 16. لا هو لوريانت 16 ولا 18؟ بص هو لوريانت في المراكز المتاخره في الدوري الفرنسي. لوريانت من المراكز المتاخره، والمباراه القادمه لبريست هتكون قدام لوريانت. فنتمنى ان شاء الله ان يوسف بلالي يقدر ان هو يسجل المباراه القادمه علشان ترجع تاني الامال ترتفع ونخلي الصحافه والاعلام يهدوا شويه على يوسف بلالي، لان لا اتمنى ان حد يهاجم يوسف بلالي، عادي جدا كل اللعيبه اللي في العالم بيضيعوا ضربات جزاء عادي، غير موفق وتصويب ده لسه كريستيانو رونالدو مضيع واحده قريبه، عادي جدا بتحصل. نتمنى بلالي ما يتاثرش، نتمنى بلالي يبدا يركز شويتين في الملعب، نتمنى يدوس على نفسه شويه، نتمنى يكون عايز يقدم موسم كويس جدا في الدوري الفرنسي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم زي ما انا عايزك تحترم رايي، احترم رايي براحتك.